هناك من يحكم لبنان بسلاحه ويحكم سياسة لبنان الداخلية والخارجية. الهيمنة القائمة على لبنان وهي هيمنة إيران من خلال سلاح حزبها في لبنان. أكثر الطوائف في لبنان عندها السلاح إلا الطائفة السنية، وأكثر الطوائف مظلومية في لبنان هي الطائفة السنية، وأكثرهم يتعامل مع الطائفة السنية على أساس أنها الطائفة المهزومة. نحن مضطرون إلى أن نتسلح لندافع عن أنفسنا، نحن في مكان يعتدى علينا من قبل، يعني نحن بين مطرقة العدو الصهيوني وسدان إيران في المنطقة. العمل الدعوي يعني هو يشارك بالإنصات الآن والسماع لها، أما بالناحية الإعداد والعمل الجهادي والإعدادي كذلك هو مشارك. قتل لنا من فترة ما يقارب الستة أشهر مهندسين على يد شبيحة حسن نصر الله. حسن نصر الله وجماعته مصمم على أنه يكون حاكم لبنان بالسلاح، لذلك أنا ناشدت وما زلت أناشد وأطالب الطائفة السنية بأن تسعى للتسلح بأسرع وقت ممكن حتى لا نقتل كالخراف.